ويبدو سيكون القائد حسان عباس. نعم القائد حسان عباس هو الذي سيكون البادئ بتنفيذ أولى الركلات. حسان وشهاب، حسان وشهاب، حسان، والهدف، أول أهداف المباراة، وإن كان من ركلة ترجيحية، هو لقائد الفريق الكرماوي حسان عباس، واحد الكرامة لا شيء العربي. محمد إجراغ، والهدف، هدف التعادل. عاطف جنيات يتقدم، والله كما تألق الكنكوني، مقصيد، والهدف، هدف رائع لفريق العربي. مهند، مهند، والهدف، مهند إبراهيم، إحسان، والهدف، إحسان الموسوي يسجل الهدف الثالث. فهد عودة وشهاب، فهد، وفهد يسجل، الكرة ترتد من القائم وتدخل الشباك الثالث. خالد، والهدف، لا يرتد الكرة، ترتد الكرة من القائم. ومحمد ومصعب وحيان، والهدف، حيان يسجل الهدف. أشكناني يتقدم، أشكناني، والتعادل. المندو، الهدف، الهدف الخامس لفريق الكرام. أحمد الرشيدي الذي أهدر ركلة الجزاء في الوقت الأصلي من المباراة. أحمد الرشيدي ومصعب البلحوس، التقدم، الرشيدي، ضاعت على العربي، مبروك للكرامة، الكرامة إلى قبل نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، والعربي يضيع الركلة السادسة والأخيرة، والركلة ترتد من العارضة، وبذلك يتفوق الكرامة بفارق ركلات الجزاء، ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بخمسة أهداف مقابل أربعة. مبروك لجماهير الكرامة، مبروك لأنصار الكرامة، مبروك لمحبي الكرامة، مبروك لفريق الكرامة.